لا أي ذنب يعني الانسان إن يعيش بالشارع وتبدي من هو طفوله حتى لو يعني واحد ما يحتضنه راح تبقى عليه هاي الكلمه راح تزيد من سيء اخلاقه لان هذا طفل من يتمرس على هاي الكلمه لقيط 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 راح تبقى في راسخه في دماغه لقيط النسب بصراحه هو يكون ضحيه 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 المجتمع وضحيه بالذات خلينا نقول الشخصين هم 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 سبب هذا اللي يوصلوا له بعدين راح يكون شنو يعني دوره بالمجتمع شنو اللي راح يقدمه للمجتمع بنفس الوقت حقوقه يعني كبقيه الناس اللي موجودين اللي لهم نسب اصلا فهنا أنا بصراحه هي مشكله معقده بصراحه لو تجي لكنه هو عايش بيناتنا لكنه هو شخصيا ايضا ما عايش حياته يقول أنا وين امي وين ابويا من امي من ابويا الحقيقيين